حتة ان انا الراجل انا اعمل كل اللي انا عايزه وانتي ما تعمليش اي حاجة دي انانية انا بربي لو عندي ولد او بنت ولد وبنت انا النهارده بربي ابني التعامل مع اخته ازاي انت بتعمل كده مع ابنك يا يحيى بصي انا ابني هم هم اصحاب قوي وانا وانا يعني ما شاء الله عنديش. بشوف بوستاتكم وبشوف الريلز حاجه وما شاء الله يعني انا ما ب... ما بعملش التفرقه دي ليه yeah. لان انا دايما دايما يبقى في بينهم وبين بعض انا ما, ب... ما بفرقش ولد وبنت بالعكس يعني انا مش ليه عمرك أنا... قلت لابنك قوم مثلا روق اوضه اختك او ساعدها طيب قوم هات حاجات لاختك قوم نزل اختك oh. قوم ساعد اختك قوم, oh. أه. قوم ودي اختك قوم هات لاختك mm. بصي الراجل, الراجل. راجل, راجل انا النهارده بـ مم. بـ بـ يعني بربي راجل مم. لما اربي راجل لازم يحترم الست مم. الست دي اللي هي تبقى اخته اللي هي تبقى مراته اللي هي امه مم. ف فدي دي الانثى اللي الرسول عليه الصلاه والسلام وصى عليها